ايه مباراة؟ بعدولي امي بعدولي؟ بين مين ومين؟ بين فرنسا وايطاليا. وشو المناسبة؟ امي المناسبة كأس الأمم الأفريقية. يعني البرازيل مش شركة؟ لا شو مش شركة؟ البرازيل بتشرك بكأس الأمم الأوروبية. يعني معنا بنفس المجموعة. الله يوفقك يا سوريا. لك اسكتوا بقى اسكتوا، معرفتكم بالأنباء رح نصفي على الصغر. لك لا بتخلونا نتابع ولا بتخلونا نشوف شيء. لك اسكتوا. ماما مشهور؟ ايه مطولين المباراة لتخلص؟ ماما إذا لعبوا على مهلهم بدها شي تلت ساعة، بس إذا الله هونا واستعجلوا 10 دقايق بكون خلصها. قوم التريالة تعرفين دروسكم وعدين عم تفرجوا على المباراة والحكي الفاضي؟ قوموا دلعوا على غرفكم ولعي إن شاء الله. مالك شايفنا عم تابع المباراة؟ نبعد وسمعنا سكوتك. لا تؤاخذني يا محمد، ما انتبهت لها. شلونكم؟ الله يخليك. شو في مباراة؟ مالي عرفان انه في مباراة. انا رياضي مثلك، بحب الفوتبول، لياقتي لسه احسن من لياقتك. عدوا تفرجوا بابا، لا تؤاخذوني، ما انتبهت انه مباراة. بين مين ومين؟ بين فرنسا وايطاليا. قديه النتيجة؟ 1-1. لصالح مين؟ الارجنتين. قوم عملنا كاسة شاي. عليم الله مالك علاقة بهالقصة بنوب. ايه ام مشهور، قومي ساوي لنا كاسة شاي. اكرك عجم لاخي ابو محمد كبك. قومي. يو ابو مشهور، مو شايفني قاعدة عم بتفرج على المباراة؟ قوم انت. ايه شو عليه، مو بس عندي لياقة ابو محمد، ولي شخصية كمان. لك شو هالمدرب الحمار، ليش ما بيغيروا لها؟ مينو ها؟ هذا اللي لابس أسود أبو صفيرة. الله وكيلك من بداية المباراة ما لمس الطابة، ما في إلا بيروح لهون ولهون، مرة مع هدول ومرة مع هدول. يا أمي هذا الحكم ما بصير يلمس الطابة. لك شو شغلته واقف مثل شرط السير، لا بيخلي حدا يلعب ولا عم يلعب. ماما هات تركينا طيشوف ضربات الجزاء، لما تصير ضربة جزاء هو بيشوطها. لك تضربوا أنتوا اللي بيحضر معكم مباراة. لك هي رابع مباراة بهالدورة بحضرها وما بفهم منها شيء. مسلسل هالدورة كم حلقة أبو محمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حلو حلو، برافو زيدان، والله أحسن واحد بالفريق. شو بيقربوا لأيمن زيدان؟ يا أمي أيمن زيدان من رحيبة، أما هذا زيدان من فرنسا، هو جزائري عم يلعب مع الفريق الفرنسي. وشو بيقرب على صباح جزائري؟ أمي ابن عم اللزمة. منيح. طيب كيف جزائري وعم يلعب مع الفرنساوية؟ أمي فرنسا اشترته من الجزائر. يه اشتروه؟ ليش هدول اللاعبين بينباعوا بينشروا؟ لكن امي لكن وديش بيسوى الراس بهالايام؟ اه ملايين، قد حق 60 كروز بالبورو. وعنا هون كمان اللاعبين بينباعوا بينشروا؟ لكن امي لكن الشهر الماضي فريق السئدو اشترى من فريق النطة لاعب. بديش؟ باكله وشربه. شفت؟ شفت المباراة؟ اشتغلت الماكينة الفرنسية ودرزون 3 جوال درز. شفت آخر جول شلون حطوه بالمقص؟ لكان عمي لك هذا زيدان، زيدان شفي هالزيدان شفي. شبنا أبو محمد، شو هاي ماكينة ودرزون وبالمقص وشقفي؟ عم تحكي عن المباراة انت ولا عن المحل؟ عن المباراة، شو دخلوا المحل؟ المهم شو صار معها؟ وعدتني بهاليومين تعطيني إجلة الطقم، وصل لك شهرين لا حس ولا خبر. شو؟ خلاص أبو محمد لا تواخذني، لك اتركني بهمي، أبي بفصل الطقمة وأنا بدي أدفع إجلة التفصيلة. ليش ما دفع لك هو؟ لا جنني، ما دفع لي، منين دفع لي؟ ناولني. خلاص مو بكرة، بعد بكرة بإذن الله بيكون المبلغ عندك، لا تكل هم. ماشي الحال، رح أستناك لبعد بكرة، بس قسما بالله إذا ما جبت لي إياهم بعد بكرة رح أجيب فرشتي وترع النهائي عندك. لا خلاص لعيونك بيكونوا عندك، ولو وعد المديون حر يا أبو محمد. طيب خاطرك. أهلا وسهلا، شرفت، الله معك، مع السلامة. الله يسلمك. هلكتني هالجاجة يا ظافر. راح؟ ايه راح ابي، ليش دغري سلحبت وتخبيت جوا؟ ايقطع عمري شو سئيل ومادي، عليم الله لولا الجيرة لا ابعت له دورية تشحطه على السجن. شو تشحطه ما تشحطه، لا تسوق فيها كتير ابي، انت كنت بزمانك شوفير الوزير، الوزير ضوله من 5 سنين خلصنا.
أنا لسه علي كلمة بالوزارة وبرات الوزارة. المهم بالنسبة إلي إنك ما تفضحني قدام العالم. تذكر إنك طلعت تقاعد. نقلع لجوا ولا ونسفة. والوزير ضوله خلصنا صفحة الماضي طوية انساها أبي الله يخليك انساها. لك شو انسى ما انسى؟ بدك الوزارة توقف؟ علم الله ما حدا عم يعرف يشتغل شيء. اليوم رحت لقيت المراجعين واقفين قدام شباك الصندوق والشباك مسكر. فتت فتحت الشباك ومشيت نص المراجعين لحالي. مصر تفضحنا يعني أبي. إيه سيدي بعد ما مشيت المراجعين شو صار؟ شحطوني لبرا. هذا جزات اللي بيخدم الوطن بإخلاص وشرف. أبوس إيدك أبي، أبوس إجرك لا تروح الشغل. الله يخلي لي إياك، لك تذكر إنك تقاعدت. أبوس إيدك. اروح يا، أنا لحم كتافي من الوزارة وطوال ما فيني حيل راح أشتغل.